يبدو أن هناك شخص ما لديه سلطة ما ونفوذ ما من دولة أجنبية جعلت منه حاكما فوق الحاكم، وأصبحت سلطته أعلى من سلطة النظام المصري. في بقعة أخرى من الأرض المصرية تختفي فنانة شابة بشكل مفاجئ ولا يتكلم عنها أحد، والسبب أنها طليقة مسؤول سعودي حالي اسمه تركي آل شيخ. أمال ماهر فين يا جماعة؟ سؤال بسيط جوابه أبسط، فلتخرج علينا أمال في بث مباشر تحكي عما حدث، تطمئن الناس أن بلدا بحجم مصر لا يتحكم فيه مسؤول سعودي اسمه تركي آل شيخ يأمر هذا ويخفي تلك دون حسيب أو رقيب. أنا ليه أتكلم عن أمال ماهر؟ فجيلي رسائل تهديد، أنت بتتكلم على تركي آل شيخ وأنت مش عارف إيه وأنت مش خايف على إيه؟ إيه العلاقة يا؟ أنا بتحدى حضرتك على الهواء يا أستاذ عمرو، اعمل مداخلة مع أمال ماهر يا أستاذ عمرو، لا أنت ناقصك فلوس عشان تشوف هي فين وتطلعها، ولا ناقصك إمكانيات، أعتقد إنه ما ينقصكش الجرأة، أنت مذيع جريء جدا، وكنت يعني بتعارض كل الأنظمة ما عدا النظام الحالي وتركي آل شيخ، فليخرج لنا عمرو أديب بفيديو على حساباته الشخصية، وليشاركنا في البحث عن إجابة هذا السؤال مرة أخرى، أمال ماهر فين يا عمرو؟ مصر أكبر من أن يتحكم بمصير أبنائها مسؤول في دولة أخرى ولو كان اسمه تركي آل شيخ. كلامنا لن ينقطع بمشيئة الله، وسؤالنا مطروح حتى نحصل على الإجابة التي نريدها جميعا. حتى ذلك الحين اكتبوا جميعا معنا أمال ماهر فين.